السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. اليوم غدا نحضروا قطايف بطريقة جد ناجحة بحشوة جديدة بزاف على بركة الله. ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة غدا نحضروا السيرو. غدا نحتاجوا 3 الكيسان مملوئين من سكر حبيبات. غدا نضيفوا عليهم 2 كيسان مملوئين من الماء. زدنا الماء وانا ما غاديش نحرك الخليط ديالي، غادي نخليه فوق بوطه تكون نار متوسطه ونخليه حتى يذوب على خاطره ويبدا يغلى لينا. عاد نزيدو قطرات ديال الحامض. شوفوا هو الخليط غلى لينا، دابا غادي نزيدو نصف حامضه غادي نحصروها للخليط. دابا غادي نخليه مازال يغلى حتى يولي الخليط كثيف او عقد، صافي نطفيوه عليه ونخليوه حتى يبرد. غادي ندوزو المقادير ديال القطايف. كنحتاجو 2 كيسان مملوئين ديال الدقيق الابيض، نصف كاس ديال السميده الرقيقه، 3 كيسان ديال الماء دافي، الكاس اللي عبرت به الدقيق الابيض عبرت به الماء، وعندنا 4 معالق ديال بيكربونات الصوديوم، عندنا 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات، عندنا معلقه صغيره ديال خميره ديال الخبز، ونصف معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلوى، وعندنا القليل ديال الملح. غادي ندوزو نحضرو. غادي نوضعو الدقيق الابيض، وغادي نوضعو السميده الرقيقه، وغادي نوضعو السكر السنيده، وغادي نوضعو الخميره ديال الخبز والخميره ديال الحلوى والقليل من الملح. غادي نخلطو الكل، عاد غادي نزيدو الماء بشويه بشويه. هانتوما خلطو باش ما يبقاش لينا دوك الحبيبات. الماء 3 الكيسان قد صافي. غادي نبقاو مستمرين، غادي نحركو مزيان وغادا نزيدو الماء اللي متبقي لينا. كما قلت لكم نخلطو مزيان باش يحيدو لينا داك الحبيبات ديال الدقيق الابيض وديال السميده. بعد ما خلطنا العجين ديالنا مزيان، غادي نزيدو بيكربونات الصوديوم وغادا نخلطو. اللي بغيتو ديرو مولينيكس طحنوها فيها، طحنوها حتى هي مزيانه. انا غادي نبقى مستمره غير بالطراب اليدوي حتى نخلط مزيان حتى نحصل على عجينه مثل البغرير. غادي نبقى مستمره. شوفوا انا وضعت المقلة قبل حتى سخنت لينا بما حضرت العجين. دابا غدا نوضعوا العجين مباشره، هي البوطه تكون متوسطه، وغدا نخليوها حتى تشكل لينا عوينات كما كنقولوا او ثقوب. غنبداو تشكلوا لينا دوك العوينات لان العجينه كتكون ناجحه 100%. دابا غدا نخليوها طيب. بعد ما طابت لينا حصلنا على هاد القطايف هادو، دابا غادي نعملو وحده اخرى. نعملو وحده اخرى غادي نوضعوها مباشره وسط المقلاة. بعد ما وجدت لينا قطايف، حصلنا على هاد القطايف هادو كيجيو خفاف. دابا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل القطايف ديالهم. المقادير ديال الحشوه كتحتاجوا فيها 2 معالق ديال السيرو اللي حضرنا، معلقه صغيره ديال القرفه، عندنا لاروم ديال الفاني، الا ما كانش موفر خذوا ساشي ديال الفاني، وعندنا معلقه ديال الزبده مذابه، وعندنا 2 معالق ديال السكر كلاصي، و2 معالق ديال الكوك، وعندنا 200 غرام ديال القرقع مهرمش. ندوزو نحضروا الحشوه ديالنا. غادي نوضعوا لاروم على القرقع، وغادي نزيدوا سكر كلاصي، وغادا نزيدو القرفة، وغادا نزيدو الكوك، وغادا نزيدو 2 معالق مملوئين ديال السيرو، وغادا نزيدو الزبدة، وغادا نخلطو الكل حتى يندمج لينا الخليط ديالنا. نحمرو القطايف ديالنا. غدا
نوضعوا القطايف وغادا نعمروهم بالحشوه اللي حضرنا. غادا نعمروهم في الوسط، ناخذوا معلقه وغادا ناخذوا الحشوه ونعمروا القطايف ديالنا بهذه الطريقه هذه في الوسط. وغادا نبداو نبسطوا يدينا على هذه الطريقه هذه، نبسطوا مزيان باش ما تحلوش لينا، نضغطوا ضغطوا مزيان على هذه الطريقه هذه. غادي نعملوا وحده اخرى، غادا نوضعوا الحشوه وسط العجين وغادا نوزعوها غير في الوسط، وغادا نبداو نضغطوا الجوانب على هذه الطريقه هذه باش ما تخرجش لينا الحشوه ديالنا. غنبقى مستمره حتى نكمل. هانتوما ضغطوا مزيان وعاودوا ضغطوها مره ثانيه، صافي. دابا غنبقى مستمره حتى نكمل القطايف ديالنا. ما كملنا القطايف ديالنا في التمر، دابا غادا ندوزو نقليوهم مباشرة. كتشوفو أنا مسخنة الزيت ديالي قبل، دابا غادا ندوزو نقليو القطايف. غادا نوضعوهم في الزيت، دابا غادا نخليهم شوية حتى يشدو من تحت، بداو يحمارو لينا غير شوية، ماشي حمارو بزاف. صافي غادي نبداو نقلبوهم باش ناخدو لون موحد. نبقاو دابا غادي نقلبوهم شوف 5 مرات بهذه الطريقة حتى نكمل القطايف ديالهم. ما وجدوا لينا القطايف ديالنا، دابا غادا نوضعوهم في مصفات باش يتسقطروا لينا مزيان من الزيت. ما قلينا القطايف ديالنا، دابا غادا ندوزو نوضعوهم في السيرو اللي حضرنا. غادا ندوزو نوضعو القطايف ديالنا في السيرو اللي حضرنا، غادا نغمسوهم مزيان حتى يشربوا لينا داك السيرو وغادا نسقطروهم. نسقطروهم مزيان صافي، وغادا نحطوهم وغادا نديرو وحده اخرى. غادا نديرو لها نفس الطريقه، غادا نغمسوها في هاد السيرو حتى تشرب لينا داك السيرو. صافي نبقاو مستمرين بهاد الطريقه ونتلاقاو ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال القطايف ديالنا. كما كتشوفوا انا زينتهم باللوز ايفيلي، لكم الاختيار. كنتمنى تجربوهم، كيجيو رائعين ولذاذ، حشوه لجد رائعه. انا غادا نقطع لكم وحده باش تشوفوا، غادا نقطعوهم باش نوريكم كي جاونا. كما كتشوفوا جاونا رائعين وكيجيو ولذاذ بزاف، جربوهم. وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس وتشاركوا في القناه. مع السلامة، فيديو جديد إن شاء الله.